في هذا الفيديو حبيت أشارك معكم شيء جديد في القناة، هو ردة فعلي على بعض يعني المواقف. حيكون في إن شاء الله بعد كذا سلسلة أو بعض الفيديوهات اللي حتكون ردة فعل أو تفاعلي مع هذا الشيء. طبعا اليوم حيكون ردة فعلي على ترند في التيك توك منتشر، اللي هو الترند هأوريكم منه صورة أو يعني حأحط لكم منه مقطع. طبعا في ناس سووا ترند على يعني صوماليين تفاعلوا مع الترند، يعني على تيك توك الصومالي تفاعلوا مع الترند نفسه. طبعا الترند منتشر في تيك توك في الدول العربية، كثير من الدول، وهو الترند بيتكلم عن المغترب اللي يكون جاي من السعودية، لما يجي على بلده كيف الناس بيتعاملوا معاه وكيف ايش بيعطوه أسئلة ومواقف اللي بتحصل له. طبعا الترند هو جدا فني ويعني عجبني اول ما شفته، قلت لازم اعمل عليه رياكشن. فان شاء الله يعجبكم الترند وان شاء الله يعجبكم الرياكشن، وانا حاعطيكم وجهة نظري وغير الاشياء اللي انا فعلا انا واجهتها في مع الترند هذا. يعني فعلا الترند هذا يعني جاء على نقطة حساسة فعلا، فخليكم معنا شوفوا الترند وبعد كذا برجع. طبعا اعتذر عن بعض الاصوات، اذا لاحظتوا في اصوات كذا زي حقت افلام الرعب فلا تخافوا، هي مجرد الرياح شديده هذه الايام، خصوصا فتره الليل في مقديشو، فطلع الرياح اصوات جدا غريبه عجيبه، يعني اصوات الرياح فعلا زي افلام الرعب، يعني فعلا تخوف. الريح لها صوت قويه مره قويه، او له صوت يعني ما ادري اذا مذكره او مؤنث. المهم حتى لدرجة انه الله يكرمكم الابواب تقعد، يعني ابواب الحمامات بالذات كأنه في حد قاعد يحاول يخلعها من قوة الريح. فيعني اعتذر عن بعض الاصوات اذا كانت موجودة في الفيديو، فهو صوت الرياح جدا قوية في هذه الفترة. نرجع للترند. طبعا شفتوا زي ما شفتوا معانا، اول سؤال، طبعا البنت هذه انا عجبني الترند بطريقتها، كان مرة حلو. اول سؤال بيسألوك هو لما تيجي على الصومال، وهو يعني فعلا هذا شيء يعني واقع، نتكلم احنا بشكل واقعي، اللي هو وش قبيلتك او ايش قبيلتك. في ثقافة عندنا، ثقافة القبيلة منتشرة عندنا في البلد، لدرجة انه ممكن الناس ما يسألوك عن اسمك، ممكن يسألوك اول شيء عن قبيلتك. فيعني للأسف يعني الصراحة هي يعني سبحان الله، هو الله تعالى في القرآن الكريم قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا، مو الواحد يحدد اشياء او يعني بس هو صار عندنا شيء اساسي، القبيله، يعني السؤال عن القبيله شيء اساسي. وهذا الشيء لاحظته، يعني طبعا ما ادري انا عن نفسي، انا جاي من السعوديه ومن يعني عيال عصير زيي ما بيهتموا غالبا بالقبيله، لكن يعني الناس الكبار خصوصا، يعني مثلا امي او الناس الكبار اللي من الاهل، لما اكلمهم عن احد اقول لهم فلان او فلانه وزي كذا، يسالوني ايش قبيلتها، فلما هذا اخر سؤال اسال، افكر اني اسال انسان ايش قبيلتك. يعني انا ممكن اسال الشخص اسمك، عمرك، يعني الاشياء هذه، لكن مستحيل اني اجي اسال في يوم من الايام شخص اساله ايش قبيلتك. ما ادري يعني هو كل شخص له يعني راي، بس لكن انا هذا عن نفسي، هذا يعني مبدئي. لكن انا لاحظت في الفتره الاخيره خصوصا عيال عصير اللي جو من السعوديه او ما ادري يمكن من الدول العربيه الثانيه، صاروا يهتموا بالناحيه القبيله وما الى ذلك بشكل كبير، لدرجه اني صرت اشوف بعض في البروفايل فلانة الفلاني فلان، يعني باسم القبيلة، يعني فلان الفلاني، فلان المجرتيني، فلان المريحاني، فلان يعني صار فيه اهتمام بالقبيلة، حتى من عيال عصير اللي كانوا جايين من السعودية وما يعرفوا ايش معنى قبيلة، لما جو هنا صار يمشي في دمهم موضوع القبيلة. فيعني ان شاء الله يعني ما يؤدي هذا الشيء لشيء سيء، بس لكن صراحة مجتمع القبيلة يعني جدا، او يعني ثقافة القبيلة جدا سارية عندنا هنا في الصومال. ف يعني فعلا صحيح عفوا صراحة انه ممكن يجوا يسألوك ايش قبيلتك قبل ما يسألوك ايش اسمك. فهذا بالنسبة لي التعليق الاول، اللي هو هل تعرف تتكلم صومالي؟ طبعا كل واحد يختلف عن الثاني، يعني في بعض الناس جاوا من عيال عصير من السعودية ما عندهم اللغة كويسة، وفي بعض الناس يعني لغتهم كويس. هذا بيعتمد طبعا على حسب البيئة، الثقافة، الأسرة. طبعا أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي، أنا لغتي كانت كويسة الحمد لله، فيعني لأنه في البيت كان
أمي جدا مهتمة بإنه إيش، إنه إحنا نتكلم بالصومالي في البيت، صحيح نتكلم عربي بس لكن في البيت كان الكلام اللهجة أو اللغة الدارجة في البيت هي الصومالي، ما كان أحد يتكلم في البيت عربي إلا إذا كان يعني مثلا يعني نتكلم مع شخص ما بيعرف صومالي. يعني هذا بيعتمد على الأهل، بيعتمد على التربية، على البيئة والثقافة اللي عاش فيها الشخص. لكن فعلا لما يجوا لما أحد يجي من السعودية أو يجي من برا عموما يسألوك هل تعرف تتكلم صومالي، زي أتوقع كان في شوف فيديو برضو كان بالإنجليزي يسألوا Do you speak English؟ فيعني هي الأسيستن أو ما أدري هي خدمة عملاء بتجي أو لا أنا ما أعرف إنجليش. ففعلا في ناس هنا في الصومال أول ما يجي يعرفوا إنك أنت جاي من برا حيسألوه هل تعرف تتكلم صومالي؟ طب أنا قاعد أكلمكم صومالي ما قاعد أكلمكم بلغة ثانية. ففعلا موجودة هذه المعضلة. وزي ما قلت طبعا يعني كل شخص يعني على حسب يعني الثقافة أو الأسرة اللي كان فيها. في بعض الناس يعني اللغة الصومالية حقتهم مو كويسة، في بعضهم يعني لغتهم كويسة. أنا يعني لغتي الحمد لله لحد ما كانت كويسة، بس برضو لما تيجي هنا في البلد وتختلط مع الناس يعني أكيد بعد فترة كذا أو بعد شوية كذا ممكن حيكتشفوا إنك ما أنت لوكال، لأنه اللوكال بيكون عندهم مفردات أو مصطلحات بيستخدموها بينهم وبين يعني بعض، يعني ما ممكن الشخص هذا اللي جاي من برا يعرف يستخدمها. طبعا انا في البدايه ما في البدايه الواحد لما يقعد يكلمني ما حيفهم، بعد كذا يمكن اذا انتبه ممكن يعرف ان انا ايش، لانه يعني مع الثقافه اللي عشنا في السعوديه في بعض الكلمات العربيه ندخلها في اللغه الصوماليه، يعني مثلا كلمه زحمه يعني نقعد نقول الشوارع زحمه، جد كانت زحمه واي يعني انه الشوارع زحمه. زحمه كلمه عربيه ما هي كلمه صوماليه، بس لكن مع الاستمرار والتعود عيش في السعوديه في بعض الكلمات العربية ندخلها مع اللغة الصومالية لأنه خلاص صارت دارجة وصارت مستعملة عندنا يعني. فعشان كذا يعني ممكن الشخص اللي هو اللوكل ممكن يفرق بين إن هذا الشخص حتى لو كان يعرف صومالي ممكن يفرق إنه هذا الشخص أيوه هذا جاي من برا أو هذا الشخص قاعد هنا، لأنه زي ما قلنا في كل بلد في لهجة وفي كلمات دارجة اللوكل أو الناس المحليين هم اللي بيستخدموها. فهذه النقطة اللي هي اللي دائما بيسألوها هل هنا أحلى أو السعودية؟ طبعا يعني ما يكون في وجه مقارنة مو عن شيء، بس لكن أنا ما أحب المقارنة عموما لأنه كل بلد في يعني مميزات، في خصائص، في ذكريات، في مشاعر، في أشياء مش مرتبطة بالبلد هذاك. فيعني إنه مقارنة بلد ببلد يعني أنت بتقارن بلدك ببلد ثاني، بتقارن بلد عشت فيه فترة طويلة يعني بحياتك تولدت فيه وما تعرف بلد ثاني غير يعني ببلد أنت دوبك جاي ما أنت عارف فيه شيء. يعني نوعا ما بعض يعني عيال عصير خصوصا لما جو بعضهم من السعودية حسوا بغربة أكثر لما كانوا في ما كانوا في السعودية، حسوا بغربة أكثر في بلدهم. فالشيء هذا طبعا هو يعني شيء نسبي بيختلف من شخص لشخص، لكن يعني فعلا ممكن الشخص يعني يفضل البلد اللي هو جاء منها متعود عليها. هو الإنسان عموما الإنسان يعني كائن يحب التعود، فممكن يتعود أو يعني يفضل البلد اللي كان متعود عليها على البلد اللي هو جاي عليها، وما يفكر حتى يشوف المميزات أو الحسنات في البلد هذا لأنه كان متعود على نظام معين. إحنا دائما بنحب اللي هو زي ما بيسموه حقون التنمية البشرية الكمفورت زون، المكان اللي هو إيش اللي نحس فيه بالراحة، اللي ما يكون فيه شيء جديد علينا، ما يكون فيه شيء يعني خارج عن المألوف. فيعني اللي أبغى أقوله أبغى أوصله يعني فعلا في بعض عيال عصير وأنا منهم لما جينا هنا البلد حسينا نوعا ما بغربة، لكن هذا الشيء بيد الشخص انه هو انه يحاول انه يتأقلم مع المجتمع، وهذا اللي انا قاعدة احاول ان ايش يعني اركز عليه في الفيديوهات، انه احنا نحاول نخرج من القوقعة حقتنا انه ايش ما نقعد يعني نقول احنا جايين مغتربين ما نعرف البلد ونقعد نتقوقع ونقعد يعني نطوع على نفسنا، لا نحاول نخرج نحاول نتأقلم بحيث انه في النهاية هذه بلدنا وهذا هو المكان اللي ايش يعني احنا جيناه واخترنا ان احنا نجي. فيستحق مننا انه احنا نعطي فرصة نعمل جاهدين انه ايش نحاول نتأقلم ونغير واقعنا للأفضل. فيعني هذا السؤال يعني دائما موجود، هل هنا احسن او السعودية؟ طبعا ما في مقارنة، المفروض واحد ما يقارن لانه في لكل بلد في ذكريات، في ميزات، في خصائص، يعني الواحد يعني ما يقارنها مع شيء. في عندي ذكريات جميلة في السعودية، في ذكريات يعني أشياء يعني ما أقدر أنساها أبدا، عشت كل حياتي هناك تقريبا، بس مع ذلك أنا جيت بلدي اخترت إن أجي هنا، فأنا إيش عندي استعداد وقابلية إن إيش أنا أصنع ذكريات، أصنع واقع ثاني طبعا. فيعني إن شاء الله يعني تكون وصلتكم الفكرة.
فهل هو الترند؟ حبيتني اعمل عليه رياكشن، صراحة الترند يعني مرة فني. في حتى دول عربية عملوا على نفس الترند، يعني مو فقط الصومال، في يعني دول عربية ثانية. فحبيت انه انا اشارككم هذا الترند واعمل رياكشن عليه. فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تضغطوا الاعجاب، تشيروا الفيديو مع اصدقائكم في وسائل التواصل الاجتماعي، كمان تدعموا المحتوى القناة بحيث انكم لما تشاركوا الفيديوهات، يعني اليوتيوب ما بيدعم القنوات الصغيرة، فدعمكم انتو هو الاهم. فان شاء الله باذن الله تعالى تكون هذه الفيديوهات مناسبة لكم، ويعني موضوع ان هو انا اعمل رياكشن يعني يكون تجديد في القناة. في نقطة اخيرة حابة اقولها، ان القناة في انا بعمل فيديوهات باللغة الصومالية وبعمل باللغة العربية. باللغة الصومالية بيكون بعنوان بالانجليزي، او عفوا باللغة اللاتينية اللي هو باللغة الصومالية، لكن الفيديوهات اللي بتكون باللغة العربية بتكون مكتوبة بالعربي العنوان وما الى ذلك، لانه في بعض الاخوه قالوا احنا ما في كم فيديو انا نزلت بالصومالي، قالوا احنا ما احنا فاهمين شيء، طبيعي لانه هو بالصومالي. فكل الفيديوهات اللي بالعربيه في قائمه اسمها قائمه تجارب ومواقف في الصومال، هذه القائمه كلها بالعربي، فاتمنى انكم تستفيدوا منها. اتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.